أكد سعادة السيد لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية أن البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى تسير بخطى ثابتة وقوية نحو الإصلاح والديمقراطية، وهي قادرة على أن تكون ضمن صدارة الدول بمنطقة الخليج في المجال الاقتصادي والتجاري. وأضاف رئيس الوزراء الكوري أن البحرين بقيادتها الحكيمة تسير على ذات الخطى مع كوريا الجنوبية في مواجهة خطر الممارسات الإرهابية والحفاظ على السلم والأمن القومي والدولي والحفاظ على مكانتها عالميا، مشيدا بنماء والتطور الذي تحقق لمملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة وبسياساتها الخارجية تجاه المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت بالعاصمة الكورية سيول برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث نقل معاليه تحيات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد. وأشاد الملا بالعلاقات الثنائية المشتركة، معتبرا أن هذه الزيارة رمز للصداقة البرلمانية التي تجمع البلدين الصديقين، معبرا عن تقديره لمواقف كوريا الجنوبية الداعمة للبحرين إزاء الأعمال الإرهابية التي مرت بها. اللقاء مثمر، تكلمت البحرين حول العمليات الإرهابية التي تواجه مملكة البحرين، وبالمقابل رئيس وزراء كوريا الجنوبية تكلم بنفس المنطق أن كوريا الجنوبية لديها نفس المشكلة اللي هي في العمليات الإرهابية. كذلك دار الحديث حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتهديد السلم والأمن العالمي والدولي. فكان البحرين لها موقف من البداية، والبحرين أدانت هذه التجارب للتجارب النووية، وكان لها موقف واضح أنها مع الأمن الدولي. كوريا الجنوبية هي من الدول المصدرة للصناعات كثيرة، وطبعا الاقتصاد هو محور رئيسي عندهم، فمعالي الرئيس كان يتحدث عن موضوع الاقتصاد البحريني الكوري، وإن شاء الله احنا نتطلع إلى المزيد من الاقتصاد والتعاون بين الدولين. أثمر هذا اللقاء على كثير من التفاهمات بين 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 رئيس الوزراء ومعالي رئيس مجلس النواب البحريني في الشأن السياسي والشأن الاقتصادي بالتحديد. كما طالب رئيس مجلس النواب البحريني بدفع أكبر من جمهورية كوريا الجنوبية في مجال الاقتصاد والسياسة.